الخير مشاهدينا الكرام، عناوين نشرتي الرئيسية. صاحب الجلالة الملك محمد السادس يهنئ أعضاء نادي الرجاء الرياضي لكرة القدم بمناسبة فوز النادي بكأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال في كرة القدم عقب تغلبه مساء أمس بالضربات الترجيحية على فريق اتحاد جدة السعودية. في خطاب ذكرى ثورة الملك والشعب، تأكيد الملك على إرساء خارطة طريق لتدشين عهد جديد من الشراكة وحسن الجوار، مذكرا جلالته بالبعد الحضاري للمغرب وتطلعه إلى مستقبل مشترك قائم على التنمية والسلام والأمن. الحملة الوطنية للتلقيح ماضية في تحقيق أهدافها لبلوغ المناعة الجماعية، والملقحون بالجرعة الثانية مطالبون بتحميل جواز التلقيح لمواصلة التدابير والإجراءات الهادفة إلى التصدي لوباء كورونا. السياحة الإيكولوجية باتت تستقطب العديد من الزوار المغاربة بسبب ارتفاع درجات الحرارة، وفي ظل الحاجة الماسة للتقيد بالإجراءات الاحترازية ضد وباء كورونا، والنموذج سنسوقه من المنتزه الوطني لإفران. أهلا بكم. تألق كروي جديد حققه فريق الرجاء الرياضي أمس بنيله لقب كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال في كرة القدم. وبهذه المناسبة أجرى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مكالمة هاتفية مع رئيس نادي الرجاء الرياضي البيضاوي رشيد الأندلسي ومدرب الفريق لسعد الشابي وعميد الفريق أنس زنيتي، أعرب لهم فيها جلالته عن أحر تهانئه بعد التتويج بلقب كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال. وخلال هذه المكالمة الهاتفية التي أعقبت المباراة التي احتضنها مساء أمس مركب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، والتي جرت بين فريق الرجاء الرياضي واتحاد جدة السعودية، كلف جلالة الملك رئيس النادي والمدرب وعميد الفريق بإبلاغ تهانئه للاعبين وللطاقم التقني والطبي والإداري ول مشجع الفريق بهذا التتويج الهام الذي يشكل مصدر فخر لكافة الجمهور الرياضي وللشعب المغربي قاطبة، والذي جاء ليكرس ريادة نادي الرجاء العتيد عربيا بعد تتويجه الإفريقي الأخير. كما بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ببرقية تهنئة إلى أعضاء نادي الرجاء الرياضي لكرة القدم بمناسبة فوز النادي بكأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال موسم 2019-2020. وأعرب جلالة الملك في هذه البرقية عن تهانئ جلالته الحارة لأعضاء نادي الرجاء الرياضي ومن خلالهم إلى كافة مكونات الفريق وجماهيره العريضة على هذا التألق الكروي الجديد الذي جاء ليكرس ريادة النادي العتيد عربيا بعد تتويجه الإفريقي الأخير. التفاصيل في هذه البرقية. أعرب جلالة الملك عن تهانئ جلالته الحارة لأعضاء نادي الرجاء الرياضي ومن خلالهم إلى كافة مكونات الفريق وجماهيره العريضة على هذا التألق الكروي الجديد الذي جاء ليكرس ريادة ناديكم العتيد عربيا بعد تتويجه الإفريقي الأخير. ومما جاء في برقية صاحب الجلالة: ونود بهذه المناسبة السعيدة أن نعرب لكم عن اعتزازنا العميق بهذا الإنجاز الذي حققتموه على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، حيث ظفرتم بهذه الكأس الثمينة عن جدارة واستحقاق بفضل تحليكم بروح رياضية عالية وتنافسية شريفة وغيرة وطنية متجذرة أذكت جذوتها كون هذه الكأس تحمل اسم جلالتنا، وكون تتويجكم بها تزامن من حسن الطالع ومن جميل الصدف مع تخليد الشعب المغربي لذكرى ميلادنا. لقد أهديتمونا كأسا فاضت منها كل معاني الفخر والفرح والابتهاج،
وأبرز جلالة الملك: وإننا إذ نبارك لكم ولجماهيركم الشغوفة هذا الفوز الذي يؤكد مجددا على الحضور القوي للأندية المغربية في مختلف التظاهرات الإقليمية والقارية والدولية، لا نشيد بجهود كافة مكونات الفريق من أطر تقنية وطبية وإدارية ولاعبين، والذين أبانوا عن مؤهلات كبيرة طيلة أطوار هذه البطولة العربية المتميزة، واثقين أن تحقيق هذا اللقب الجديد سيشكل دافعا قويا لمضاعفة الجهود من أجل تعزيز رصيد الفريق بالمزيد من الإنجازات والألقاب، وليظل مثالا جديرا بالاقتداء من لدن مختلف الأندية الرياضية الوطنية. وأضاف جلالته: مجددين لكم تهانئنا الحارة، فإننا نرجو لكم موصول التوفيق في مشواركم الرياضي، مشمولين بسابغ عطفنا وسامي رضانا. حدث رياضي عربي كبير إذن شد الأنظار مساء أمس بعد تتويج فريق الرجاء الرياضي بلقب كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال في كرة القدم. تتويج جاء عقب فوزه على اتحاد جدة السعودي بالضربات الترجيحية 4-3 في المباراة النهائية التي جمعتهما بملعب الأمير مولاي عبد الله في الرباط، وكان الوقت النهائي للمباراة قد انتهى بالتعادل 4 أهداف في كل شبكة. أقوى لحظات هذا النهائي في تقرير قائمة بالعشي. كأس محمد السادس لأندية أبطال العرب بين أحضان فريق البطل، والبطل مغربي يحمل اسم نادي الرجاء الرياضي. هي فرحة وسعادة لا توصف بتتويج بلقب يحمل اسم صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. حقق هذا الإنجاز التاريخي في ليلة 21 غشت، والتي تصادف تخليد ذكرى 58 لعيد الشباب المجيد. اليوم كان عرس رياضي كبير ما بين الإخوان العرب، ما بين الإخوان السعوديين والمغاربة، فكانت مقابلة شيقة، مقابلة فيها كثير من المفاجآت، والحمد لله فزنا بها احنا الرجاء وظفرنا بالهد الكأس الغالية علينا التي تحمل اسم صاحب جلالة محمد السادس نصره الله، اللي شرفنا كذلك، فهذا عيدان عنا لأنه عيد الشباب. وهذه المكالمة ديال سيدنا شرفتنا وعطتنا المناسبة والفرصة باش نهنيو سيدنا على عيد الميلاد ديالو من ناحية، وثانيا قدمنا ليه الهدية، هذه هدية، وسيدنا قال لنا أنه هذه أحسن هدية كان يمكن ليه تعطى ليه. الحمد لله اتصل بي كالعادة مشكور جلالة الملك محمد السادس، فرحانين ياسر في يوم عيد ميلاده، هدينا له كما قال لي، هو قال لي احسن هديه هديتها لي اليوم. مبروك للشعب المغربي، مبروك الجمهور الرجاء. مقابله كانت تقلق شويه، شفنا وان نقصين ريتم، اوكي هنا اونكسي 3 بيوت على بالاريتي، اوكي الحمد لله. امانه ديما نقول مقابله الكاس تتلعب تتربح قبل ما تتلعب. برافو الاولاد، هدي ود لاكوب لصاحب الجلالة، وما كانش علينا أننا نهبطوا يدينا ونخليو لاكوب أنه يخرج على بلاد ديالنا. الحمد لله اللعابة مشكورين، الجمهور الرجاوي ولا المغربي كامل مشكور. الحمد لله درنا واحد معسكر اللي كان شاق، واللعابة داروا اللي عليهم، وكما قلت أن هاد لاكوب هذا هدينا لصاحب الجلالة والله يخليه لينا. كنبغي نشكر جلالة محمد السادس على هذا الوقف اللي وقف معنا، وكنبغي نشكره بزاف. كنبغي نشكر الجامعة الملكية لكرة القدم على الكونسونطراسيون اللي عطاونا، الحمد لله داك الشيء داز بخير. كيف ما كتشوف المباراة ما كانتش سهلة، كانت صعيبة بزاف. كنبغي نشكر اللعابة على القتالية ديالهم وكنشكرهم بزاف. كنبغي نشكر الطاقم التقني أعضاء مكتب مسير، الحمد لله ربي ما خيبناش، وكيف ما كتشوفوا فرحنا تقريبا العامة لا المغرب كامل الحمد لله. في هذه المواجهة
واجه فريق الرجاء كسب الرهان وبامتياز امام فريق اتحاد جدة السعودي الذي كان سباق الى التسجيل على اثر ضربة خطأ بواسطة اللاعب برينو اوريكي. اشبال الشاب يعاد بسرعة، دقيقة واحدة بعد ذلك تمكن اللاعب الحداد من تحقيق التعادل لصالح فريق الرجاء. فريق الرجاء البيضاوي تمكن من إضافة الهدف الثاني بفضل عزيمة قوية للاعبي الرجاء الهداف اللاعب بن حليب، هدفان مقابل هدف واحد لصالح فريق الرجاء. وفريق اتحاد جدة السعودي سيحقق التكافؤ بفضل هدف لاعب رومانينو على إثر ضربة جزاء في الدقيقة 28. ونتابع الدقيقة 37 إبداع كروي من الطراز الكبير لفريق الرجاء، يتوج بتحقيق اللاعب الوردي الهدف الثالث لصالح فريق الرجاء الذي خرج منتصرا بثلاث أهداف مقابل هدف واحد في الجولة الأولى. خمس دقائق عن انطلاق الجولة الثانية، سفيان رحيمي يوقع الهدف الرابع لصالح فريق الرجاء. فريق اتحاد جدة السعودي سيتمكن من تسجيل الهدف الثالث بواسطة اللاعب رومانينو والهدف الرابع في الدقيقة 64 على إثر ضربة جزاء. الوقت القانوني انتهى بالتكافؤ 4-4. لحظة الضربات الترجيحية قياس الضغط أصبح مرتفعا جدا مع استعداد العرجون لتنفيذ ضربة جزاء الخامسة. والخامسة أعلنت عن تتويج فريق الرجاء البيضاوي التي تمكن هذه السنة من توقيع على حضور متميز في ظرف 50 يوما، فاز بلقب كأس الكاف وكأس محمد السادس لأندية أبطال العرب في سنة استثنائية تأثرت بجائحة كورونا وفرضت واقعا استثنائيا كذلك على مستوى الاحتفاء بإنجازات فريق الرجاء. فريق الرجاء البيضاوي غني على كل التعريف، فريق الرجاء هو في نهار كبير تيكون كبير مع الجمهور الكبير الحمد لله، وهذا الشعب هذا الجمهور الكبير تبارك الله ديما حنا كنفرحوا معاه. الرجاء فريق دولي فريق عالمي كتبرعنا الحمد لله وكتجي في المحافل الدوليه ديما كتكون كبيره، ما عمرها دارت شي حاجه اللي هي ماشي هذيك الحمد لله. مبروك لفريق الرجاء البيضاوي على هذا الانتصار هذا. تحيه من الجمهور الجزائري الى الجمهور المغربي، اولا كل شيء مبروك على الرجاء، صحتهم البطوله هذه استهلوها، كافحوا الدراري صغار استهلوها. النسر يحلق حاليا في سماء الانجازات الهامه لفريق الرجاء الذي اصبح اكثر من مجرد فريق تجمعه بانصاري 90 دقيقه، بل اضحى حاليا مفخره كره القدم المغربيه بامتياز. الرجاء إذن تحقق موسما متميزا بكل المقاييس. للحديث أكثر عن هذا الإنجاز ينضم إلينا مباشرة من الدار البيضاء الناطق الرسمي باسم فريق الرجاء الرياضي سعيد وهبي. سي وهبي مساء الخير، وبداية هنيئا لفريق الرجاء الرياضي على هذا التتويج المستحق. فريق الرجاء يتألق في المواعيد الكبرى ويظفر بلقبي هذا الموسم، ما سر هذا التألق؟ فأولا وقبل كل شيء تنشكرك الأخ نادية على الاستقبال. النسخة ديال هذه السنة كانت نسخة استثنائية لأنها تتحمل اسم جلالة الملك محمد السادس حفظه الله، ومن الأهداف ديال المكتب المسير برئاسة سي رشيد أندلسي كان ولا بد علينا من ننتصر بها، وفعلا تمكنا بذلك وانتصرنا بها وتنهديه هذا الانتصار كما قلت لك لجلالة الملك
وتلعبت المقابلة يوم 21 غشت هو يوم عيد شباب، أي عيد ميلاد جلالة الملك محمد السادس حفظه الله، وإحنا سعداء باش نهديه لهذا الانتصار. نعم. هذا الانتصار كذلك تنهديه لجميع الجماهير الرجاوية في المغرب وخارج المغرب وجميع المغاربة قاطبة. إذن هذا الانتصار هو الانتصار الثاني في الكؤوس العربية في 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 مسيرة فريق الرجاء الرياضي، وإحنا فخورين بهذا الانتصار. وهذا الانتصار تمكننا به كذلك بقتالية وعزيمة اللاعبين لبلاء البلاء الحسن. فالكأس العربية كانت هذه السنة امتدت على سنتين، فالمقابلة الأولى كانت في فلسطين، المقابلة الثانية الجميع تتذكرها هو هي الرومونتادا ضد فريق الوداد الرياضي، المقابلة الثالثة ملحمة البليدة من قلب الجزائر العاصمة، المقابلة الرابعة ملحمة في مراكش ضد فريق الإسماعيلي المصري، وطواف كأس العرب ينتهي باللون الأخضر في مدينة الرباط ومركب مولاي عبد الله، وإحنا فخورين بهذا الإنجاز. هذه الرسالة الملكية عندها دلالات، فمن طبيعة الحال كأعضاء مكتب مديري فإحنا فخورين بهذه الرسالة، ولكن الفخر ديالنا غادي يمكن يكون أكثر إلى فريق الرجاء الرياضي دائما يكون في الرياضة ويكون عند حسن ظن جلالة الملك والشعب الرجاوي والشعب المغربي خاطبة. سوهبي، رصيد الرجاء يتعزز إذن بلقب عربي جديد، وخزينة الرجاء انتعشت ماليا، عسى ذلك أن يكون محفزا للفريق ليواصل عطاءه في الموسم المقبل محليا وقاريا وعربيا. تماما، فهذا انتصار الثاني في الكأس العربية، الانتصار الحادي عشر في جميع المسابقات الخارجية. بهذا الانتصار فريق الرجاء الرياضي يمثل 50% من انتصارات ديال جميع الفروق المغربية. الفروق المغربية فازت ب 20 انتصار في الكؤوس العربية والإفريقية، فريق الرجاء الرياضي عنده ما يناهز أكثر من 50%. من طبيعة الحال القيمة المالية، القيمة المالية مهمة ومهمة جدا، تتمثل في 6 مليون ديال الدولار أي يناهز 60 مليون ديال الدرهم. والمسؤولية ديال المكتب المديري برئاسة سي رشيد أندلوسي هذه القيمة المالية إن شاء الله غتدبر بعقلانية وبترشيد باش نمشي في الأولويات ديال الفريق. أولا نقصوا من الديون ديال الفريق، ثانيا انتدابات باش نكونوا دائما نتلعبوا على جميع الواجهات العربية والإفريقية وبطولة المغربية وكأس العرش، ثالثا التكوين والتكوين وتم التكوين. الآن فريق الرجاء عنده جوج المراكز ديال التكوين، المركز الأول التقليدي في الوزيس، المركز الثاني هي الأكاديمية اللي هداها لنا كذلك جلالة الملك محمد السادس حفظه الله واللي غدشن قريبا. إذا فريق الرجاء الرياضي خد الطريق الآن الصحيح نحو الألقاب من جديد، ومازال عندنا في هذه السنة إن شاء الله فرصة أخرى باش نفوزوا بلقب قاري آخر ألا هو السوبر كوب ضد الفريق الأهلي المصري. الناطق الرسمي باسم فريق الرجاء الرياضي سعيد وهبي، شكرا لكم على كل هذه المعطيات، كنتم معنا مباشرة من الدار البيضاء، وهنيئا مرة أخرى لفريق الرجاء بهذا التتويج المستحق. أسبوع نودعه اليوم تميز بتخليد بلادنا لحدثين بارزين، ذكرى ثورة الملك والشعب وعيد الشباب المجيد. وبمناسبة ذكرى 20 غشت وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مساء الجمعة الماضية خطابا ساميا إلى الأمة، خطاب رسم أسسا جديدة لعلاقات المملكة خارجيا قوامها الاحترام المتبادل ومراعاة المصالح المشتركة، كما أكد جلالته على قوة مؤسسات الدولة وتلاحم من مكوناتها الوطنية في مواجهة الهجمات التي تعرضها المغرب في الفترة الأخيرة من طرف جهات معادية. رسائل قوية حملها الخطاب الملكي السامي على المستويين الخارجي والداخلي من أجل المضي قدما في تعزيز المسار الديمقراطي والتنموي الذي انخرطت فيه المملكة من خلال تنظيم الاستحقاقات المقبلة، وهي المحطة التي تعتبر فرصة لتجديد النخب التي ستطلع بتنزيل النموذج التنموي الذي يراهن عليه المغرب في السنوات المقبلة. نعود لمضامين الخطاب الملكي السامي مع المختار النيابي يرافقه في لغة الإشارة محمد كتاني. الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. شعبي العزيز،
أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في الخطاب السامي الموجه إلى الأمة في الذكرى 68 لثورة الملك والشعب بأنها خير مناسبة لاستحضار قيم التضحية والوفاء في سبيل حرية الوطن واستقلالها، وهي ليست فقط حدثا تاريخيا وإنما ثورة مستمرة تلهم الأجيال المتعاقبة بنفس روح الوطنية الحقة للدفاع عن الوطن ومؤسساته ومقدساته، كما تأتي قبل أيام من الانتخابات المقبلة وتتزامن مع مرحلة جديدة من المشاريع والإصلاحات في إطار تنزيل النموذج التنموي وتفعيل الميثاق الوطني من أجل التنمية. وتتميز هذه الاستحقاقات يضيف جلالة الملك بإجراء الانتخابات التشريعية والجهوية والمحلية في نفس اليوم، وهو ما يؤكد عمق الممارسة الديمقراطية ونضج البناء السياسي المغربي، فالانتخابات تخدم مصالح المواطنين وتدافع عن قضايا الوطن وتنبع من إيمان راسخ بأن الدولة تكون قوية بمؤسساتها وبوحدة وتلاحم مكوناتها الوطنية، وهذا هو سلاح الدفاع عن البلاد في وقت الشدة والأزمات والتهديدات، وهو ما تأكد بالملموس في مواجهة الهجمات المدروسة التي يتعرض لها المغرب في الفترة الأخيرة. وأوضح جلالة الملك أن المغرب مستهدف لأنه دولة عريقة تمتد لأكثر من 12 قرنا فضلا عن تاريخها الأمازيغي الطويل، وتتولى أمورها ملكية مواطنة منذ أزيد من 4 قرون في ارتباط قوي بين العرش والشعب. صاحب الجلالة أوضح في هذا السياق بأن المغرب مستهدف أيضا لما يتمتع به من نعمة الأمن والاستقرار التي لا تقدر بثمن، خاصة في ظل التقلبات الدولية، فأعداء الوحدة الترابية للمملكة ينطلقون من مواقف جاهزة ومتجاوزة ولا يريدون أن يبقى المغرب حرا قويا ومؤثرا. وأبرز جلالته أن بعض قيادات هذه الدول لم يستوعبوا بأن المشكلة ليس في أنظمة بلدان المغرب الكبير وإنما في أنظمتهم التي تعيش على الماضي ولا تستطيع أن تسير التطورات. وقد بانت الشهور الأخيرة يضيف جلالة الملك أن هذه الدول تعرف ضعفا كبيرا في احترام مؤسسات الدولة ومهامها التقليدية الأساسية، مسجلا أنهم يريدون أن نصبح مثلهم من خلال خلق مبررات لا أساس لها من الصحة واتهام مؤسساتنا الوطنية بعدم احترام الحقوق والحريات لتشويه سمعتها ومحاولة المس بما تتميز به من هيبة ووقار. وسجل جلالة الملك أن هناك تقارير تجاوزت كل الحدود، فبدل أن تدعو إلى دعم جهود المغرب في توازن بين دول المنطقة قدمت توصيات بعرقلة مسيرته التنموية بدعوى أنها تخلق اختلالا بين البلدان المغاربية. وأضاف جلالته كما دبروا حملة واسعة لتشويه صورة مؤسساتنا الأمنية ومحاولة التأثير على قوتها وفعاليتها في الحفاظ على أمن واستقرار المغرب، إضافة إلى الدعم والتنسيق الذي تقوم به في محيطنا الإقليمي والدولي باعتراف عدد من الدول نفسها. وتابع جلالة الملك بالقول إن مؤامرات أعداء وحدتنا الترابية لا تزيد المغاربة إلا إيمانا وإصرارا على مواصلة الدفاع عن وطنهم ومصالحه العليا، مؤكدا بأننا سنواصل مسارنا أحب من أحب وكره من كره رغم انزعاج الأعداء وحسد الحاقدين. وأشار جلالته إلى أن المغرب تغير لأنه لا يقبل أن يتم المس بمصالحه العليا، وفي نفس الوقت يحرص على إقامة علاقات قوية بناءة ومتوازنة خاصة مع دول الجوار، مضيفا جلالته أنه هو نفس المنطق الذي يحكم توجه المملكة اليوم في علاقتنا مع جارتنا إسبانيا. وفي هذا السياق أشار صاحب الجلالة إلى أنه صحيح أن هذه العلاقات مرت في الفترة الأخيرة بأزمة غير مسبوقة هزت بشكل قوي الثقة المتبادلة وطرحت تساؤلات كثيرة حول مصيرها، مبرزا أن المغرب اشتغل مع ذلك مع الطرف الإسباني بكامل الهدوء والوضوح والمسؤولية. وأوضح جلالة الملك الذي تابع شخصيا وبشكل مباشر سير الحوار وتطور المفاوضات أنه لم يكن هدفنا هو الخروج من هذه الأزمة فقط، وإنما أن نجعل منها فرصة لإعادة النظر في الأسس والمحددات التي تحكم هذه العلاقات. وعلاوة على ذلك قال جلالة الملك، وهو نفس الالتزام الذي تقوم عليه علاقات الشراكة والتضامن بين المغرب وفرنسا.
ويحضر معنا أستاذ القانون الدستوري بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس أحمد مفيد. مرحبا بكم أستاذ. شكرا. إذن المغرب يراهن على نخب سياسية جديدة بعد الانتخابات المقبلة لمواكبة التحديات الداخلية والخارجية، تلك إحدى الرسائل القوية المتضمنة في الخطاب الملكي السامي. من أين تستمد أهمية هذا الرهان في سياق تنزيل الأوراش التي انخرطت فيها المملكة ومن ضمنها ورش النموذج التنموي، وكيف سيساهم ذلك في تجويد المسلسل الديمقراطي وفي ترصيد التجربة الديمقراطية بالمغرب؟ أولا لابد من التذكير على أن الانتخابات هي في غاية الأهمية في مسار البناء الديمقراطي ويعني إقامة دولة الحق والقانون، والمغرب قطع أشواط مهمة جدا في إطار هذا المسار، مسار البناء الديمقراطي وأيضا المسيرة التنموية. والانتخابات كما أكد على ذلك جلالة الملك ليس غاية في حد ذاتها، الانتخابات هي وسيلة لإفراز مؤسسات ذات مصداقية، ولكن المؤسسات ذات المصداقية هي التي توفر بطبيعة الحال على نخب وعلى كفاءات تتوفر على مجموعة من المؤهلات، وبالتالي فمواجهة كل التحديات الداخلية فيما يتعلق بتنفيذ ورش النموذج التنموي أو تسريع ورش جهوية متقدمة أو تنفيذ كل الأوراش والبرامج الأخرى في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية أو مواجهة التحديات الخارجية يتطلب من هذه النخب أن تتوفر على مجموعة من الشروط. الشرط الأول في وجهة نظري هو أن تكون مكونة ومؤهلة، تتوفر على يعني تكوين عالي وعلى خبرة في التدبير وفي التسيير، لأن كما يقال فاقد الشيء لا يعطيه. الشرط الثاني هو أن تكون مؤمنة بثوابت الأمة وبثوابت الدولة المغربية، والشرط الثالث هو أن تعمل على خدمة مصالح المواطنات والمواطنين، على خدمة قضايا الوطن أكثر من خدمة مصالح حزبية أو الدخول في صراعات سياسية قد تفقد العملية السياسية مصداقيتها. إلى جانب ذلك يجب أن تكون مؤمنة بقيم المواطنة حقا وأيضا بممارسة الديمقراطية السليمة، إلى جانب مجموعة من الشروط الأخرى بطبيعة الحال التي تؤهلها لتفعيل وتنزيل مجموعة الأوراش التي بإمكانها إنجاح متطلبات المرحلة، أساسا ما يتعلق بتنفيذ الورش ذو الطبيعة الاستراتيجية النموذج التنموي الجديد، وأوراش استراتيجية أخرى لا تقل أهمية لهي ورش الجهوية المتقدمة، وعدة أوراش ينتظر منها أن تحدث تغييرات ذات طبيعة هيكلية ليس فقط على المستوى التدبير وإنما أيضا على المستوى المعيشي والاقتصادي والاجتماعي، الأمر الذي سيجعل المغرب فعلا نموذجا ليس فقط في المنطقة وإنما في يعني العالم إن شاء الله أحمر. أستاذ مفيد، الخطاب الملكي يؤكد مجددا تصميم المغرب على الدفاع عن مصالحه الحيوية أمام حملات تستهدفه، وهي من الرسائل التي حرص جلالة الملك على توجيهها، مؤكدا أن المملكة لن تتأثر بالتشويش على خياراتها. ما دلالات هذا التأكيد؟ بكل تأكيد أولا يجب أن نكون على وعي تام بأن المغرب مستهدف لعدة اعتبارات. أولا لأن المغرب هو دولة ممتدة في التاريخ لأكثر من 12 قرنا، تقوده ملكية مواطنة لما يفوق 4 قرون. أيضا المغرب هو بلد مستقر من ناحية السياسية والأمنية في ظل منطقة تعيش الكثير من الصراعات بما فيها في دول الجوار، أيضا له مشروع سياسي ومشروع مجتمعي واضح. المغرب أيضا مستهدف لأنه يشهد تقدما في مساره الحقوقي والتنموي. المغرب أيضا مستهدف لموقعه الاستراتيجي ولثقة الشركاء فيه، لأنه هو بوابة أوروبا على إفريقيا وأيضا بوابة إفريقيا على أوروبا. المغرب مستهدف أيضا لأنه فيه تلاحم كبير بين المؤسسة الملكية وبين الشعب المغربي، وكل مكونات المجتمع المغربي تتناسى صراعاتها وتنوعها واختلافها فيما يتعلق بالقضايا الوطنية. حينما يكون هناك إشكال يهم الوطن فالكل يكون مجمعا عليه. لهذه الاعتبارات المغرب مستهدف، ولكن كما أكد على ذلك جلالة الملك هذا الاستهداف لا يزيد المغرب إلا قوة أولا في تنفيذ مساره التنموي والسياسي والحقوقي، واستهداف المؤسسة الأمنية في المغرب يستهدف تشويه على المؤسسة الأمنية، ويجب هنا أن نقف وقفة واضحة. المؤسسة الأمنية في المغرب قامت بأدوار رائدة في مجال مكافحة الإرهاب والخلايا النائمة، في مجال مكافحة الجريمة المنظمة والعابرة للقارات، في مجال مكافحة المخدرات، وأشادت بتدخلات الأجهزة الأمنية الوطنية مجموعة من الدول والمنظمات الدولية، كما أنها ساهمت في ثبيت وترسيخ الأمن والاستقرار بالمملكة المغربية. وبالتالي فيجب أن نشيد
بما تقوم به المؤسسة الأمنية، والدليل على أن كل ما ورد في تلك التقارير التي استهدفت المغرب والمؤسسة الأمنية أساسا على أنها مجرد افتراءات وأكاذيب وإشاعات، وأنها لم تستطع بعد رفع دعاوى قضائية أمام المحاكم المختصة في كل من فرنسا وإسبانيا وألمانيا، لم تستطع الأطراف التي روجت الإشاعات الإتيان ولو بدليل واحد، ولو بدليل واحد يجب أن نؤكد على هذا الأمر، إلى جانب ذلك أن في تلك التقرير وردت فيه مجموعة من الدول، ولكن المغرب هو الوحيد الذي استهدف من بين مجموعة من الدول. هذا يبين على أن هناك نية مبيتة، هناك سوء نية من قبل مجموعة من الدول المنظمات التي تستهدف المغرب، ولكن كما أكد على ذلك جلالة الملك رب ضارة نافعة. هذا الأمر لا يمكن أن يزيد المغرب إلا قوة وإيمان بالأدوار التي تقوم بها مؤسساته بقيادة المؤسسة الملكية. أستاذ مفيد، سنواصل الحوار معكم بعد قليل، دائما في إطار الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى 68 لثورة الملك والشعب، جلالة الملك أفرد أسباب الحملة المقصودة والعدوانية التي يقودها أعداء الوحدة الترابية للمملكة ضد المغرب بهدف زعزعة أمنه واستقراره والنيل من سمعته ومكانته الإقليمية والدولية التي لا نقاش فيها. خطاب يحمل طابعا دوليا يرسم معالم السياسة الخارجية للمغرب المبنية على الثقة والاحترام المتبادلين، ويقطع الطريق على محاولات التشويش على مسيرته التنموية وريادته الإقليمية. تقرير فرح سعف. الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. شعبي العزيز، أسباب كثيرة أفردها جلالة الملك في خطابه الذي وجهه للشعب المغربي بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب، تميط اللثام عن خبايا الحملة العدوانية المقصودة التي يقودها أعداء الوحدة الترابية للمملكة بهدف زعزعة أمنها واستقرارها وتقويض مسيرتها التنموية. أكيد بأن المغرب كبلد مستقر في محيطه ومتطور بنجاحاته بقيادة ملكية مواطنة وضامنة، أكيد بأنه بلد مستهدف، وبالتأكيد أن هناك أطراف ترغب في رؤية المغرب بعيدا عن وضع الاستقرار، وكذلك بمؤسسات لا تقدم الإضافة اللازمة في محيطها. لكن في الواقع المؤسسات الأمنية الوطنية أثبتت على أنها في الحقيقة ضمن نادي الكبار، وهذا ما لا يعجب بعض الأطراف. خطاب جلالة الملك وجه رسائل كثيرة أيضا للخارج، مؤدها أن مملكة عمرها 12 قرنا ويزيد لا تهزها رياح الدسائس والمؤامرات. رسائل أعادة ترتيب أوراق العلاقات بين المملكة وشركائها بناء على متغيرات وقواعد جديدة ينبغي عدم إغفالها. هناك إشارة واضحة فيما يتعلق بالبعد الدولي في هذا الخطاب، حينما يتحدث جلالة الملك على الأزمة التي حصلت مؤخرا بين المغرب وإسبانيا، وأن المغرب مستعد للتعامل فيما يتعلق بثوابته في السياسة الخارجية على اعتبار أن قواعد التعامل قد تغيرت، بمعنى أننا أمام تحولات جيوستراتيجية على الدول الأوروبية وبالخصوص التي ذكرها في هذا الخطاب والتي هي إسبانيا وفرنسا أن تستوعب بأن السياسة الخارجية المغربية هي مبنية على أساس واضح وشفاف، وهو يقول في ذات الخطاب على أن هذه الدول تخاف على مصالحها ومراكز نفوذها، بمعنى أن المغرب يؤسس وكما أشار الخطاب سياسته الخارجية على الثقة أولا وعلى الالتزام بمبادئ القانون الدولي، ولكن كذلك على الاعتبار للتوجهات السياسية للدولة المغربية في توازنها الإقليمي أولا وفي اختيار شركائها الاستراتيجيين. الخطاب الملكي شكل نقطة نظام ذكرت دولا ومنظمات تدين بالعداء للمملكة ولوحدتها واستقرارها بأن مغرب اليوم سيقف بالمرصاد لكل محاولات الإساءة لمصالحه العليا، وأن المؤامرات كلها لن تثنيه عن الاستثمار في علاقات بناءة مع دول الجوار أساسها الثقة والاحترام المتبادل. أستاذ مفيد، فيما يخص العلاقات الخارجية للمملكة، إلى أي حد يرسي الخطاب الملكي السامي برؤيته الاستراتيجية محددات المغرب الجديد بآفاقها الدبلوماسية؟ ولن السياسة الخارجية للمملكة المغربية تتحكم فيها مجموعة من المبادئ الثابتة التي تقوم على أربعة مبادئ أساسية. المبدأ الأول هو الاحترام المتبادل بين الشركاء، وبالتالي فجميع الدول الشريكة للمملكة المغربية يجب أن تحترم هذه الشراكة
واحترام الشراكة تكون بطبيعة الحال في إطار احترام الاتفاقيات التي تربط البلدان التي تدخل في إطار علاقات دبلوماسية. الشرط الثاني هو الشفافية، والشفافية تقتضي يعني تبادل كل المعلومات والمعطيات التي من شأنها تعزيز هذه الشراكة. والأمر الثالث بطبيعة الحال هو الثقة، أن تكون هناك ثقة بين الشركاء. والأمر الرابع هو الوفاء بالالتزامات، حينما تلتزم دولة طرف في إطار اتفاقية في إطار علاقات دبلوماسية فيجب أن تحترم مجموع التزاماتها. في إطار العلاقات الخارجية للمملكة المغربية أيضا يتحكم فيها عنصر قار، هو أن يجب أن تكون علاقات بناءة متوازنة. كل هذه المبادئ ذكر بها جلالة الملك في الخطاب السامي بمناسبة ذكرى 68 لثورة الملك والشعب، وكلها تمارس على أرض الواقع، يعني في الممارسة الدبلوماسية التي بطبيعة الحال تتدخل فيها عدة أطراف، ولكن جلالة الملك هو الذي يحدد معالم السياسة الخارجية للمملكة المغربية وتوجهاتها الكبرى. خطاب الملك السامي تضمن دعوة لتدشين مرحلة جديدة وغير مسبوقة في العلاقات المغربية الإسبانية. على هذا الأساس، كيف يمكن أن تكون معالم المرحلة المقبلة في العلاقات بين البلدين؟ أولا في هذا الخصوص جلالة الملك فتح صفحة يعني ستؤدي إلى فتح بطبيعة الحال مرحلة جديدة غير مسبوقة في تاريخ العلاقات المغربية الإسبانية، لأن كانت علاقة نوعية على قدر الطبيعة الاستراتيجية، ولكن مع كامل الأسف أثر عليها حدث نتيجة استقبال الزعيم المزعوم لجمهورية الوهمية، وهذا الأمر لم يكن مقبولا، لأن المغرب احترم دائما سيادة الدول الأخرى ولم يستقبل ولو أي شخص يشكك في وحدة تراب إسبانيا أو يمس بوحدتها. وبالتالي فالمنطق يقتضي على الأقل التعامل بالمثل، وأنه لا يمكن في الأراضي الإسبانية اللي هي شريك ذو طبيعة استراتيجية للمملكة المغربية، هي أول مستثمر في المملكة المغربية، أن يتم استقبال زعيم الجمهورية الوهمية الانفصالية. وبالتالي في العلاقات المغربية الإسبانية التي شهدت أزمة غير مسبوقة، بكل تأكيد عرفت فيما بعد حوار طبعه كما أكد على ذلك جلالة الملك الهدوء والوضوح، وهو الذي سيؤدي إلى فتح صفحة جديدة في تاريخ العلاقات المغربية الإسبانية، لأن هناك أولا مصالح متبادلة بين البلدين، هناك أيضا جوار، وهناك تداخل في الأمن القومي للبلدين، وبالتالي فجميع العوامل تفرض ضرورة تعزيز وتقوية هذه العلاقة. إلى جانب ذلك يجب أن نأخذ بعين الاعتبار على أن موقع المغرب والسياسة الداخلية والخارجية للمغرب هي نموذجية في المنطقة، وبالتالي في الشريك الأساسي الذي يمكن أن يعول عليه في شمال إفريقيا هو المملكة المغربية، على خلاف مجموعة من الدول الأخرى التي لم تستطع حتى أن تضع مشروعا واضحا لا سياسي ولا تنموي، وتشهد الكثير من الصراعات. على خلاف ذلك المغرب بلد مستقر، مشاريعه المجتمعية والسياسية واضحة، ولم يثبت قط أن مس بمصالح دولة جار. أستاذ مفيد، وردت في الخطاب الملكي السامي إشارة إلى الالتزام بالروح الوطنية من أجل الدفاع عن المصالح العليا للمملكة، ماذا نعني بالروح الوطنية الحقة؟ أعتقد هذه من أهم الرسائل التي وردت في الخطاب الملكي السامي بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب. جلالة الملك قال بالحرف: نحن اليوم أمام مرحلة جديدة تتطلب الالتزام بروح الوطنية الحقة. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن المغرب شهد تطورا كبيرا على مستويات متعددة، اقتصادية واجتماعية وتنموية، وبلد مستقر وهو نموذج في المنطقة، وهناك مشاريع ذات طبيعة استراتيجية ستؤدي أيضا إلى تعزيز هذا التموقع المغربي على المستوى الإقليمي والقاري والدولي. لهذا المغرب حاليا دعا جلالة الملك إلى ضرورة الالتزام بروح الوطنية الحقة، بمعنى آخر أن جميع المؤسسات، جميع المواطنات والمواطنين مدعوون أولا للدفاع عن الدولة، للدفاع عن المصالح العليا للوطن، على الإيمان بالمؤسسات المغربية وبأهمية ما تقوم به من أدوار، وبعدم التشكيك فيها أو بعدم تصديق الروايات والإشاعات والأكاذيب التي تروجها بعض المنظمات الدولية أو بعض الدول المعادية لوحدة ترابية المملكة المغربية. يجب أن نعرف على أن هناك أعداء النجاح، وروح الوطنية الحقة تتطلب أن نتلاحم وأن نتكامل وأن نتضامن كل مكونات المجتمع المغربي بقيادة جلالة الملك والمؤسسة الملكية لمواجهة كل التحديات الداخلية والخارجية. الوطنية تعني رفض الإزدواجية في المواقف فيما يتعلق بقضايا ومصالح الوطن والمواطنين. لا وجود
للإزدواجية ولا يمكن أن تكون مقبولة. يجب أن نكون مؤمنين بوطننا وبقيم التي تربطنا في هذا الوطن والتي هي قيم ديال الحقوق والحريات والديمقراطية والتسامح والتنمية والتشارك والتضامن وغيرها، واللي هي قيم نبيلة يجب أن ندافع عنها وأن نلتزم عنها لنكرس هذا الموقع والتموقع المغربي. أستاذ القانون الدستوري بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس أحمد مفيد، شكرا لكم على هذه التوضيحات. شكرا لكم. وتواصلت ردود الفعل الدولية المنوهة بما جاء في الخطاب الملكي السامي. وكالة الأنباء الأرجنتينية ألترناتيف بريس أجنسي كتبت أنه بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب، ألقى صاحب الجلالة الملك محمد السادس خطابا ساميا أكد فيه جلالته عزم المملكة على عدم تقديم أي تنازلات في مواجهة المؤامرات التي تحاك من قبل أعداء وحدته الترابية. وأضافت في تعليقها على الخطاب الملكي أن جلالة الملك حذر أعداء الوحدة الترابية للمملكة من أن مؤامراتهم لا تزيد المغاربة إلا إيمانا وإصرارا على مواصلة الدفاع عن وطنهم ومصالحه العليا. وببروكسل أشاد نائب رئيس مجموعة حزب الشعب في البرلمان الأوروبي أندري كوفاتشيف بالتزام جلالة الملك محمد السادس بتعزيز العلاقات مع إسبانيا والاتحاد الأوروبي، وقال بأن المغرب هو الشريك الاستراتيجي للاتحاد الأوروبي وجار قريب، مضيفا بأنه يقدر عاليا إعلان جلالة الملك محمد السادس العمل لصالح بناء علاقات مع إسبانيا خصوصا مع الاتحاد الأوروبي عامة على أساس الثقة والشفافية والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة لفائدة شعبي المغرب والاتحاد الأوروبي. في تطورات الوضع الوبائي ببلادنا، 115 حالة وفاة جديدة تضاف إلى حصيلة ضحايا وباء كوفيد 19. حالة الإصابة المؤكدة بالفيروس بلغت خلال 24 ساعة الماضية 4661 حالة مقابل شفاء 7641 حالة. خلال نفس الفترة انضافت 336 حالة خطيرة أو حرجة، 77 منها تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي، فيما بلغ معدل ملء أسرة الإنعاش 51.8%. بخصوص عملية التلقيح، استفاد من الجرعة الأولى 17,288,054 شخصا، فيما تلقى 12,911,722 شخصا الجرعة الثانية. مقابل ذلك ووسط أجواء إيجابية، تتواصل عملية التلقيح بمختلف ربوع المملكة، والأشخاص الذين تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لكوفيد 19 عليهم تحميل جواز التلقيح، الوثيقة الرسمية المعترف بها من طرف السلطات العمومية تسمح لصاحبها بالتنقل والسفر بين مدن المملكة. المهدي محب وعبد غني الطهراوي. إقبال متزايد تشهده هذه المكتبة بمدينة الصويرة من طرف المواطنين الذين تلقوا جرعتي اللقاح المضاد لفيروس كورونا، جاءوا إلى هنا للحصول على جواز التلقيح الخاص بهم، جواز اعتمدته الحكومة كوثيقة رسمية تسمح لأصحابها بالسفر بين مدن المملكة. من بعد ما تلقيت الجرعة الثانية من لقاح كورونا جيت نسلم جواز التلقيح ديالي باش يعاودنا ان شاء الله في السفر. جينا اليوم باش نتحدوا على الجواز التلقيح اللي هو تعتبر من الاهميات ومن الضروري للتنقل بين المدن، وهو واحد الجواز اللي هو تيامن لك السفر وتيامن لك اي حاجه. مراحل استخراج جواز التلقيح عبر المنصه الرقميه لقاح كورونا بوين ا بسيطه جدا، والعمليه راه كتمر بسلام، وبالنسبه للسيت راه ساهل دغيا بالزربه وما فيش حتى شي اشكال. الناس راه مقبلين، كاع الناس كيحتاجوا كيديروا الجرعه الثانيه راه كيجوا مباشره لعندي وكياخذوا سميتو جواز. جواز التلقيح هو واحد البطاقه اللي ممكن ان المواطن يحملها من بوابة الالكترونيه اللي سميتها لقاح كورونا، او لا عبر التطبيق اللي كيكون في الهاتف المحمول. الاهميه ديال جواز التلقيح هي انها كتمكن المواطن من انه يتنقل بحريه في جميع ربوع المملكه. الإقبال على عملية التلقيح لا يجب أن يكون بغاية الحصول على جواز التلقيح من أجل السفر فحسب، بل الإقبال على هذا الورش الصحي الوطني الكبير يجب أن يكون بهدف تحقيق المناعة الجماعية
وعودة الحياة إلى طبيعتها. وجواز التلقيح لا يعفي من الاستمرار في التقيد بالإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامة واحترام التباعد الاجتماعي، تدابير من شأنها الحد من انتشار الوباء. من الرباط روبورتاج ياسر العمراني وياسر المعزي. وباء كورونا لازال يسجل حالات إصابة ووفيات كثيرة، خطر الوباء متواجد بيننا، شهادة لأفراد أصيبوا بالوباء وأصبحوا على دراية بأن الالتزام بإجراءات السلامة الصحية ضروري لتفادي الإصابة. فعلا كاين الوباء وانا بين الناس اللي تقاسوا، الحمد لله يلاه بديت كنرجع الصحه ديالي. انا جيت من اسبانيا، جيت في زياره للاهل والاحباب، وبسبب هذا الوباء تاخرت ما قدرتش نرجع للعمل ديالي، وراني حاليا يعني الحمد لله تشافيت، عندي نهار الاثنين باش نجيب يعني التحليل ديالي بانني نيجاتيف باش غادي نرجع ان شاء الله. ارتفاع حالات الإصابة والوفيات بفيروس كورونا مرده بالأساس للتراخي في التقيد بتدابير الاحترازية وبروتوكولات السلامة الصحية المعمول بها منذ بداية الجائحة. كنتمنوا من الناس زعما يحترموا الاجراءات الاحترازيه ويكون تباعد ويكون الكمامات، لانني لاحظت بزاف ديال الناس هنا ما كيحترموش، ما كيديروش الكمامات، ما كاينش تباعد حتى هو. وكنتمنوا زعما يكون الناس تحترم هذا الشيء وتكون نرجعوا لحياتنا الطبيعيه على احسن ما يرام كما كنا من قبل ومن احسن. انا ما داروش الكمامه، ضروا راسهم ضروا الناس، وماشي حيت يقول انا درت اللقاح انا ما نديرش الكمامه. أعداد الإصابات والوفيات تزايدت في الآونة الأخيرة، ما يتطلب رفع درجة الوعي واليقظة. لا يعقل أن الكمامة كتعمل جوج دراهم وما يديرهاش واحد، قبضة في يدي وغادي، لا يعقل. وهذا الشيء ديال الاختلاط في المنتزهات وفي البيسين وفي الشوارع وفي الإقامات، خص الواحد يدير التباعد مزيان، خصوصا في الظرفية التي تشهد واحد ارتفاع ديال وتيرة الإصابات، فهي احترام أولا لصحة المواطن بنفسه وكذلك لضمان صحة جماعية بإذن الله، وتيسير دخول سواء مدرسي أو وظيفي إن شاء الله في ظروف حسنة. إصابات محتملة وحالات جديدة تصل إلى مرحلة التنفس الاصطناعي، ستزيد الأمر تعقيدا إلا في حالة واحدة فقط، الالتزام التام والفعلي بتدابير الاحترازية إلى جانب تلقي جرعتي اللقاح. وباء كورونا عبر العالم أزيد من 4,400,000 وفاة منذ بداية الجائحة، وتسابق العديد من الدول الزمن لتسريع عملية التلقيح، فيما تتدارس أخرى إمكانية إعطاء جرعة ثالثة لكبح الانتشار المتسارع للمتحور دلتا. مريم العفير. إرباك شديد أحدثه متحور دلتا في دول العالم. السلالة البريطانية ظهرت إلى الآن في 142 دولة بعدما تبث تسببها بضعف مقدار العدوى التي تتسبب فيها السلالة الأصلية من الفيروس. المتحور الشرس كان السبب في ارتفاع عدد الوفيات عبر العالم التي قاربت 4,500,000، ما يطرح إشكالية فعالية جرعتي اللقاح وتدارس إمكانية إعطاء جرعة ثالثة. أكد خبراء الصحة أنها توفر طبقة أخرى من الحماية لكبار السن ومن يعانون من أمراض مزمنة تسبب نقص المناعة. من جهة ثانية، أقرت نيوزيلندا اليوم بأن استراتيجيتها صفر كوفيد مهددة بعودة تفشي فيروس كورونا مدفوعا بالمتحور دلتا، خاصة مع بطء وتيرة التلقيح في البلاد. أما البرتغال التي لقحت 70% من مواطنيها فقد قررت رفع بعض القيود المعمول بها حاليا مطلع الشهر القادم في إطار خطة لرفع العزل من 3 مراحل. بعيدا عن كورونا، وبعد أسبوع من سيطرة حركة طالبان على السلطة في أفغانستان، تسود مطار كابول فوضى عارمة في خضم تسابق آلاف الأفغان والأجانب نحو رحلات جوية للفرار من البلاد، كما تحدثت أنباء أخرى عن سقوط قتلى، ما يعمق من المأساة التي يشهدها المطار، حيث عجزت الولايات المتحدة الأمريكية عن التعامل مع الأعداد الهائلة من الأشخاص الذين يحاولون الصعود في رحلات الإجلاء.
في أخبار المناخ، ومع ارتفاع حرارة سطح المحيطات باتت الأعاصير أكثر شدة مهددة لحياة سكان المناطق الساحلية جراء ارتفاع منسوب المياه. العاصفة الاستوائية هنري ضربت الساحل الشرقي للولايات المتحدة ظهر اليوم وبلغت سرعة الرياح 95 كيلومترا في الساعة، وحذر المركز الأمريكي لرصد الأعاصير من ارتفاع خطير في منسوب المياه ورياح عاتية وأمطار يمكن أن تؤدي إلى فيضانات في بعض الأماكن بشمال شرق الولايات المتحدة. في ملف الانتخابات، محور فقرة أضاءات لهذا المساء يوضح المعايير الدولية في الانتخابات المقبلة وإلى أي حد التزم المغرب بدورية وانتظامية استحقاقات 2021. لنتابع. في كتجلى المعايير الدولية للانتخابات المقبلة، وفي كيتمثل التزام المغرب بدورية وانتظامية استحقاقات 2021. البيت تنتكلموا على المعايير الدولية، تنتكلموا على واحد القواعد اللي تنأتوا بها من اتفاقيات الدولية ومن مرجعيات إقليمية. اليوم المغرب اليوم أصبح قريبا هذه المعايير الدولية، أشير إلى معيار أساسي. المغرب منذ أكثر من 20 سنة ضمن أحد المعايير الأساسية للحديث حول انتخابات ذو مصداقية، هي دورية الانتخابات وانتظاميتها. اليوم المغرب تعرف واحد الانتظامية في المسلسل الانتخابي، واحد الدورية اللي تتكرس أن هناك اليوم اتجاه نحو تكريس الانتخابات كأحد الآليات الأساسية في الديمقراطية المغربية. الجانب الثاني، هناك قرف المعايير الدولية فيما يتعلق بالتسجيل، فيما يتعلق بالترشيح، ما يتعلق بقواعد الحملة الانتخابية، بما يتعلق بالإدارة الانتخابية وبكل إمكانية لعدد المواطنين اليوم باش يقدم شكاية الطعون. مثل قرار المنظومة القانونية للانتخابات في المغرب اليوم أنها تنبني على ما يحدد حقوق المواطن في انتخابات ذو مصداقية، سواء المتعلق بضوابط الحملة الانتخابية. لخدينا كمثال اليوم هناك مقتضيات قانونية لتتحاول أن تجعل مساواة بين المتنافسين، حيادية الإدارة، أيضا كل القواعد المتعلقة بالولوج المنصف إلى الموارد العمومية إلى التمويل وغيرها من القضايا التي تؤكد عليها هذه الاتفاقيات الدولية لضمان الانتخابات النزيهة وذو مصداقية، التي تحاول اليوم المنظومة التشريعية أنها تواكب بواحد التطور في البناء القانوني للنظام الانتخابي المغربي خاص بالمغرب. الانتخابات المقبلة محطة حاسمة في مسلسل تكريس الديمقراطية التشاركية وتنزيل مضامين دستور 2011 الذي خص الجهوية المتقدمة بمكانة متميزة، وقد راكمت تجربة الجهوية المتقدمة العديد من المكاسب خلال 6 سنوات الماضية نتعرف عليها ضمن مواكبتنا لمسار الجهات 12. اليوم نرصد تجربة جهة بني ملال خنفرة. محمد الوايبي. جهة بني ملال خنيفرة بمساحة تفوق 36,000 كيلومتر مربع، غنية بمؤهلات اقتصادية مهمة وبإنتاجات نباتية وحيوانية متنوعة تساهم في الصناعة الغذائية المحلية. عوامل سرعت بإحداث العديد من المشاريع المهيكلة، منها تنفيذ البرنامج الوطني للتقليص من الفوارق الاجتماعية بقيمة تفوق 1 مليار درهم، وتنزيل اتفاقيات تهم قطاعات اجتماعية ثقافية صحية تعليمية رياضية، مع دعم مختلف مشاريع الشراكة على مستوى الأقاليم الخمسة المكونة للجهة. تم إنجاز أمور كثيرة داخل مجلس الجهة، خصوصا فيما يتعلق بالبنية التحتية من ماء وتطهير سائل وكهرباء طبعا، وطرق، تم فتح طرق ومسالك في مناطق عميقة جدا. أيضا العقد البرنامج بين الدولة والجهات والتي تتضمن مشاريع طموحة جدا بمبالغ مالية ستصل إلى 9 مليار ديال الدرهم تقريبا، واللي طبعا مجلس الجهة يحاول اليوم يوجد الموارد المالية لضمان حسن تنفيذ مختلف البرامج والمشاريع المضمنة فيه. ما يفوق 2,500,000 نسمة،
أزيد من النصف الوسط القروي ساكنة لها انتظاراتها وحاجياتها بالنظر لمكونات جهة ابن ملا الخنيفرة ومؤهلاتها في علاقة مع الإكراهات المطروحة. أول حاجة هو المشاريع المهيكلة اللي ما تنزلتش بحال المستشفى الجامعي وبحال كلية الطب بحال المطار بنفس وراء منخا بحال السكة الحديدية. التنزيل ديال الجهوية كانت فيه إكراهات متعلقة أولا بتنزيل هذه القوانين التنظيمية، لأن ما كان يعني كتصور عند المواطنين ما بعد دستور 2011 هو أن الجهات قد تكون عندها صلاحيات كبرى. للاستجابة لمتطلبات جهة بني ملا الخنيفرة تمت ترجمة مجموعة من المشاريع المسطرة استشرافا للتنمية المجالية داخل ترابها. بالنسبة لجهة بني ملا الخنيفرة وما قامت به مع يعني من أجل يعني قضاء الفوارق المجالية ومواكبة الجماعات خصوصا الجماعات القروية، فقد تم إنجاز يعني مجموعة من تهيئ مجموعة أو كل المراكز الجهوية أو المراكز القروية بجهة بني ملا الخنيفرة. عدة مشاريع رأت النور بجهة بني ملا الخنيفرة خلال هذه الفترة من تجربة الجهوية في بدايتها، كما نزلت اتفاقيات لتسريع وتيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالجهة. نواصل مع فقرة رهانات حزبية والكلمة فيها لحزب الاتحاد المغربي للديمقراطية. حزب الاتحاد المغربي للديمقراطية في إطار استحقاقات المقبلة ديال 8 شتنبر 2021 قد عمل على إيجاد أرضية ستكون انطلاقة جديدة لمغرب جديد في إطار عقد اجتماعي جديد. سيعمل ناخبي حزب الاتحاد المغربي للديمقراطية على تنزيله على أرض الواقع من خلال تطبيق النموذج التنموي الجديد الذي من أهم نقاط البرنامج للحزب فيه هو أولا المقاولة باعتبارها رافعة للتنمية واستنادا لخطاب صاحب الجلالة لسنة 2018، هذا من جهة. ومن جهة ثانية ولا بد من التغطية الصحية لجميع المواطنين سواسية وبدون تمييز من أجل الأمن الصحي ومن أجل أن تكون هناك السيادة الصحية كما جاء في خطاب صاحب الجلالة مؤخرا. النقطة الثالثة وهو لابد من الحد من الفوارق الاجتماعية وذلك عن طريق إنشاء صندوق للزكاة من أجل الفقراء والمحتاجين. رابعا لا بد لنا في هذا الإطار أن نركز على رفع الأجور في القطاع العام والخاص بدون تمييز. خامسا تنمية العلاقات التجارية والدبلوماسية إقليميا وقاريا ودوليا. ثامنا خلق برنامج مغاربي كبير بأسس ديمقراطية. تاسعا بناء سوق اقتصادي مغاربي بين دول المغرب الكبير. عاشرا تكريس حقوق الأقليات إقليميا وقاضيا ودوليا. 11 إصلاح القضاء وتعزيز دور الدفاع وحصانته بخلق مؤسسة وطنية منوثق عنها مؤسسة جهوية استنادا إلى دستور 2011 الذي قسم المملكة إلى 12 جهة. 12 ربط المسؤولية بالمحاسبة وتفعيلها. إن حزب الاتحاد المغربي للديمقراطية حزب يهدف إلى تحقيق مناحي النموذج التنموي الجديد. We'll be right back.
نختم النشرة من غابة أرزغورو بضواحي مدينة أزرو، متنفس طبيعي لعدة أسر فضلت قضاء عطلتها الصيفية بالمناطق الجبلية، فضاء مميز للترويح عن النفس خاصة في هذه الظرفية الصحية التي تفرض احترام إجراءات التباعد لتفادي الإصابة بالفيروس. خديجة زروال وأحمد الفضيلي. المناطق الجبلية وجهات سياحية يقصدها السياح بشكل كبير في هذه الظرفية الاستثنائية التي أملتها الجائحة، ملد آمن لعدة أسر فضلت قضاء العطلة الصيفية في غابة أرزغورو التي تبعد بحوالي 5 كيلومترات عن مدينة أزرو. طبيعة خلابة وجو معتدل وفضاء مثالي لقضاء أوقات ممتعة بعيدا عن ضغط المدن وضغط الوباء. بالنسبه للمشاكل الصحيه اللي كاينه دابا في الدار البيضاء كاين حالات بزاف، وهذا قلنا نخرجوا شويه على الدار البيضاء، نخرجوا شويه المناطق الجبليه. جينا لقينا هنا من مدينه هذه الغابه ديال الارز ديال افران، جينا لازرو قلنا نخرجوا شويه نستافدوا من هاد زمان المناخ هنا زوين وهذا بس كتكون ما كنخرجوش بزاف حيت حالات الاصابه وكورونا مرتفعه. يعني جينا لهنايا أرزغورو، تبارك الله الطبيعه خلابه هنايا والتنوع البيولوجي فيها حتى هو زوين. جينا لهنايا للمناطق الجبليه شويه باش نرتاحوا، بطبيعه الحال حنايا كنحترموا جميع الاحترازات الاحتياطيه اللي ضد هذا الوباء هذا، كيف ما كنديروها في المدينه ديالنا كنديروها حتى هنايا في المناطق الجبليه. معروفه المنطقه أزرو وبالضبط أزرو بالبروده وبالجو الرائع فيها وان بو دوكسيجين بعدا نطفسوا شي شويه، وخذينا جميع الاحتياطات لان هذا الشيء اصبح واجب على كل مواطن. الإقبال الكبير على هذه المنطقة ساهم في إنعاش بعض الأنشطة التي تضررت بفعل الجائحة. مجموعة من المنتوجات التقليدية المحلية يتم عرضها داخل هذا الفضاء المتميز. كاين مجموعة المنتوجات المحلية وهذا داخل في إطار تشجيع السياحة الداخلية، دونك باش نجيو نقتنيو بعض المنتوجات نشجعوا هذوك الناس لأن عارفين ظروف كورونا. شي شوية كنبيعوا شي شوية هذا الشيء ديال الصناعة التقليدية، الشيء ديال البلاد الحمد لله، وخا ما بقاوش النصارى هنايا الناس ديالنا الحمد لله عوضونا على السياحة الخارجية. السياحة الجبلية في هذه الظرفية تبقى خيارا آمنا إذا ما تم احترام الإجراءات الاحترازية التي تظل ضرورية لتفادي الإصابة بالفيروس. نذكر ختاما بالعناوين. صاحب الجلالة الملك محمد السادس يهنئ أعضاء نادي الرجاء الرياضي لكرة القدم بمناسبة فوز النادي بكأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال في كرة القدم عقب تغلبه مساء أمس بالضربات الترجيحية على فريق اتحاد جدة السعودية. في خطاب ذكرى ثورة الملك والشعب تأكيد من جلالة الملك على إرساء خارطة طريق لتدشين عهد جديد من الشراكة وحسن الجوار، مذكرا جلالته بالبعد الحضاري للمغرب وتطلعه إلى مستقبل مشترك قائم على التنمية والسلام والأمن. الحملة الوطنية للتلقيح ماضية في تحقيق أهدافها لبلوغ المناعة الجماعية، والملقحون بالجرعة الثانية مطالبون بتحميل جواز التلقيح لمواصلة التدابير والإجراءات الهادفة إلى التصدي لوباء كورونا. السياحة الإيكولوجية باتت تستقطب العديد من الزوار المغاربة بسبب ارتفاع درجات الحرارة وفي ظل الحاجة الماسة للتقيد بالإجراءات الاحترازية ضد وباء كورونا كما تابعنا من المنتزه الوطني لإفران. شكرا لكم على المتابعة، إلى الغد إن شاء الله.